هناك في الأزارق بالضالع حيث تستوطن المأساة حياة الناس، مجاعة تفتك بالسكان، أمراض وسوء تغذية، لتصبح هذه المديرية عنوان الغياب وذنباً على كتف الدولة والمنظمات اللا إنسانية. أهلاً بكم. قال مارتن إنديك مساعد الأمين العام الأممي لشؤون الإنسانية: إننا نخسر الحرب أمام الجوع في اليمن. في الحقيقة لا أحد يخسر المعركة غير اليمنيين أنفسهم، إنه الموت جوعا يا سادة. ففي مديرية الأزارق التابعة لمحافظة الضالع تنمو وتتسع المأساة الإنسانية بمعزل عن أحداث العالم. لا أحد إلا أفراد معدودون يواجهون كارثة متعددة الأسباب بأدوات محدودة. ناهيك عن سوء التغذية التي تتكالب على أبناء هذه المديرية المعزولة، توجد الكوليرا والضنك والحصبة والديفتيريا، وفوق ذلك إهمال يفاقم المأساة. المديرية تشهد تدهورا حادا في الوضع الإنساني، والأطفال هم المتضرر الأكبر من ذلك، حيث تقول التقديرات إن ما يربو على 4000 طفل يعانون من سوء التغذية. رغم الاستجابة الإنسانية بعد النداءات التي أطلقت لإغاثة الأزارق، لكنها لم تكفي بعد، فلا تزال الكارثة الإنسانية تخيم على المنطقة الأفقر في البلاد. بين هذه الجبال تتفاقم مأساة منسية على غفلة من العالم. الأزارق مديرية تابعة لمحافظة الضالع، تعيش هذه المنطقة أوضاعا مأساوية بالغة السوء. طبعا هذا الطفل كما قلت لكم هو مصاب بسوء تغذية وخيم، سيفير أكوت مالنيوتريشن سام. تقول المصادر إن متوسط سوء التغذية بلغ 11 حالة يومية، الأطفال أكثر عرضة لذلك. المرضى يأتون من كل المديريات التسعة التابعة لمحافظة الضالع، ولكن هناك مديرية بالذات مديرية الأزارق. هذه المناطق تعد الأكثر فقراً والأكثر عرضة للأوبئة والأمراض نتيجة غياب شبه كلي للخدمات الصحية ومقومات الحياة الطبيعية، باستثناء المعدات التي تم إمداد المديرية بها عقب تحقيقات صحفية سلطت الضوء على هذه المديرية المنسية. يقول مسؤول الحملة الإلكترونية الصحفي بسام القاضي إن مديرية الأزارق سجلت خلال أقل من عام إصابة أكثر من 4000 طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية، بينهم 1450 حالة إصابة بسوء التغذية الحاد و2550 حالة إصابة بسوء التغذية المتوسط. غدير الأزرقي طفلة توفيت نتيجة سوء التغذية لتترك والدها هنا يحكي قصة عجزه. يعني شان شتي أسعفها اسعفتها يعني لهنا لقرب يعني لقرب مصحة، بعدين ما عاش معي انا يعني ظروف قاسيه، ما عاش معي بيس، ما عاش معي يعني اللي اوديها لما الضالع، لما يعني بعدين لما واحد صار يعني دبر اموري، فكون بطلع الضالع بوديها مكان يعني اتوفت. والده والآخر يعاني من مرض الكبد وبحاجة للعلاج قبل أن يلحق بطفلته. يقول مدير مكتب الصحة العامة بالأزارق الدكتور محمد صالح المقرعي في حديث لصحيفة الأيام إن الوضع في المديرية كارثي وتفاقم الحالات المرضية يزداد يوما بعد آخر. المنظمات الدولية والمحلية تأخرت كثيرا عن هذه المنطقة المنكوبة، وحين وصلت تلك قصة أخرى، فالاتهامات للمنظمات تقول إن ما ينفق على السيارات المؤجرة للمنظمات نتيجة الطريق الوعيرة يتراوح شهريا بين 2800 إلى 3300 دولار للسيارة الواحدة، أي بإجمالي 20 مليون ريال شهريا. لو توزعت هذه المبالغ على أطفال الأزارق ستحل المشكلة برمتها. إلى جانب المجاعة وسوء التغذية تبرز الكوليرا والضنك والحصبة والدفتيريا لتضاعف حالة القلق الذي يهدد سكان الأزارق. بحسب أطباء فإن انتشار الإسهالات المائية الحادة والكوليرا ينتج عن أسباب أخرى غير تلك المتعلقة بسوء التغذية، إذ يقول إن بعض المناطق تقع على مجرى وادي توبن الذي يحمل بعض المياه الملوثة من مدينة إب. في هذه الحلقة مشاهدينا سيكون معنا الصحفي بسام القاضي ورئيس مبادرة أنقذوا أطفال الأزارق عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، وسينضم معه آخرنا عبر الهاتف. مساء الخير بداية أستاذ بسام. مساء النور والسرور والتضاريس.
نعم، إذن نود أن تضعنا في بداية الحديث عن صورة أو في صورة الوضع الإنساني في مديرية الأزارق. طبعا مديرية الأزارق من أفقر المديريات في الجنوب وعلى مستوى اليمن بشكل عام، تعاني من كارثة إنسانية كبيرة. المجاعة تجتاح هذه المديرية التي أغلب سكانها فقراء ومن الموظفين في السلك العسكري والمجال التربوي. هذه المديرية تم تهميشها خلال العشرين العام الماضي من قبل نظام علي عبد الله صالح، وبالتالي الانتكاسة التي حصلت في المجاعة وسوء التغذية الذي اجتاح هذه المديرية نتيجة للأوضاع الاقتصادية ونتيجة للفقر المدقع الذي تعيشه هذه المديرية ونتيجة لعدم تواجد أي مرافق صحية لمعالجة هذه الحالات وغياب المنظمات الدولية عن هذه المديرية المهمشة. نعم، إذن مصادر طبية تقول أن هناك 4000 حالة سوء تغذية خلال عام واحد فقط أستاذ بسام، وأنه يومياً 11 شخص تقريبا يصابون بسوء التغذية. ما الذي يحصل لهذه المنطقة؟ شخصيا حينما تلقيت هذه الصور لأطفال تنتهش أجسادهم المجاعة كانت صور مبكية جدا. وضع الأطفال في الأزارق وضع يبكي الحجر والشجر قبل البشر. فعلا هناك أكثر من 4000 طفل يعانون سوء التغذية نتيجة الفقر المدقع الكبير الذي تعيشه مديرية الأزارق. مديرية الأزارق هي مديرية كبيرة المساحة، تعادل مساحتها 4 من مديريات الضالع الجنوبية، وبالتالي كان الوضع هناك وضع كارثي، وضع مقلق ومبكي في آن واحد. وحقيقة لا زالت المجاعة تجتاح هذه المديرية، وخلال الأسبوع الماضي توفيت طفلة غدير عامر بسبب عدم امتلاك والدها مبالغ النقل التي يمكن أن ينقلها إلى محافظة الضالع، وبالتالي غياب المرافق الصحية عن هذه المديرية والانهيار الكبير الذي تعيشه الأزارق والبلاد بشكل عام في الجانب الصحي أدى إلى هذه الانتكاسة التي لم يكن يتوقعها الكثير منا. أيضا توقف البرامج المنظمات الدولية عن الأزارق كان سبب آخر في اجتياح المجاعة لهذه المديرية. أعتقد أنه المديرية لن تحل هذه الكارثة الإنسانية بعشرات الآلاف من السلال الغذائية، ولكن المديرية بحاجة إلى مشاريع استراتيجية مستدامة. من ضمن الحلول التي يمكن أن تحد من انتشار المجاعة وسوء التغذية بين هؤلاء الأطفال هو إيجاد مركز للتغذية العلاجي في مركز تورسا يكون للمناطق نعم قبل أن نأتي على الحلول أستاذ بسام. نعم. أستاذ بسام قبل أن نتحدث عن الحلول أود بداية أن يتعرف السادة المشاهدون عن مبادرة أنقذوا أطفال الأزارق التي أطلقتموها، متى تم إطلاقها وكم استطعت أن تستوعب ويعني إلى ما هدفت بالضبط؟ المبادرة أنقذوا أطفال الأزارق جاءت بعد حملة إعلامية كبيرة. سبقت هذه المبادرة انطلقت حملة إعلامية تحت هاشتاج المجاعة تفتك بأطفال الأزارق. جاءت الفكرة حينما كانت تصني صور عديد من الأطفال. هذه الصور كانت مرعبة ومبكية ومحزنة فعلا. لم يكن أتوقع أن هذه الصور أن هذه المجاعة تأتي من الأزارق. كان هناك نوع من الشك. ذهبنا إلى هذه المديرية وزرنا كثير من المراكز ونزلنا إلى مركز التغذية العلاجي في الضالع وأيضا بعض المرافق الصحية في المديرية. كانت حقيقة الكارثة أكبر من الصور التي كانت توصلنا. فهناك أطفال ماتوا في القرى النائية نتيجة عدم استطاعة أهاليهم أن يوفروا مبالغ نقدية لنقلهم إلى مراكز التغذية العلاجية. فكان علينا كواجب إنساني في ظل الوقت الذي لا زال الإعلام اليمني بشكل عام وفي الوطن العربي يركز على الجوانب السياسية أكثر من الجوانب الإنسانية، كان علينا فعلا أن ننتصر لهذه المديرية. تحركنا بجهودنا الشخصية، نزلنا إلى هذه المراكز، جمعنا هذه الصور والوثائق. كانت هناك أمامنا عقبة أخرى كبيرة.
في عدم وجود احصائيات لدى مركز مكتب الصحة في مديرية الأزارق وأيضا مكتب الصحة في محافظة الضالع وأيضا المنظمات الدولية. هذا الأمر كان عائق كبير أمامنا لإنجاز هذه المهمة الإعلامية والإنسانية النبيلة. سعينا بكل الطرق، لم نيأس ولم تكسر عزيمتنا، فكلما كنا نواجه صعوبات أو معوقات كلما كنت أعود لأتفرج على هذه الصور، صورة الثائر التي هزت العالم وهزت وجداني شخصيا، كانت أمامي كلما وجدت عقبة أو مشكلة ما حاولنا أن ننظر إلى هذه الصورة وهذه المجاعة التي تبكي البشر، تبكي الحجر والشجر قبل البشر. وبالتالي سعينا في كل الأطراف. المشكلة أنه المنظمات الدولية العاملة في الأزارق كانت تتهرب منا في توفير المعلومات، لأن هذا كما يعرف الجميع أن المنظمات الدولية شخصياً أنا أعتبرها رجعت تحولت إلى مكاتب مقاولات المتاجرة بأوجاع الناس وأيضاً بالأوضاع الإنسانية. عملنا خلال أسابيع تقريباً 3 أو 4 أسابيع حتى استكملنا جمع البيانات، وأيضاً حصلنا على هذه المعلومات والمصادر من منظمات اليونيسيف، من زملاء يعملون مدخلين بيانات في هذه المنظمات، وصلنا إلى هذا العدد. ولكن للأسف الشديد هناك من حاول أن من أبناء المديرية ومن مكتب الصحة نفسه أن ينكر هذه الحقائق، لكن في النهاية كانت لدينا دلائل دامغة بالصوت والصورة، وأيضا كانت لدينا إحصائيات من منظمات دولية تؤكد هذه الأرقام المخيفة التي تجتاح هذه الأزارق. عملنا بكل جهد في المبادرة وانطلقنا عبر هاشتاج موحد. للحقيقة أن المبادرة كانت شخصية سهرت عليها أيام وليالي، بذلت فيها كثير من الجهد والوقت، لكن أنا مرتاح حينما أرى السعادة ترتسم في وجوه هؤلاء الأطفال الذين تنتهك أجسادهم الضعيفة الأمراض والأوبئة الفتاكة. عملنا بجهد واستطعنا من خلال معرفتنا للصحافة ذات التوجه الإنساني في إيصال صوت هؤلاء الناس، ولم نحصر هذه المادة على صحيفة بعينها أو على وسيلة إعلامية بعينها أو نتاجر بها لقنوات أو وسائل أخرى. لا، عملنا بكل جهد وساعدونا وتم انتشار هذه الصور وهذه الإحصائيات وهذه الأرقام وهذه القصص المبكية بتقرير إنساني على ضوء الصحافة الإنسانية، الصحافة ذات التوجه الإنساني، واستطعنا أن نوصل هذا الصوت إلى المنظمات الدولية بكل قوة. نعم، إذا سأعود إليك أستاذ بسام، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الدكتور علي البحر وهو أكاديمي في جامعة الضالع عبر الهاتف من الضالع. مساء الخير دكتور علي. دكتور علي هل تسمعني؟ هل ما زال معنا الدكتور علي؟ مساء الخير دكتور علي. إذن سنحاول التواصل بك مجددا دكتور. أعود إليك بسام. بسام، إذن يعني بعد إطلاق هذه المبادرة هل استطعتم يعني تقرير بشكل جيد؟ استطعنا، كان علينا واجب إنساني آخر حينما رأينا هذه الصور لأطفال تنهش أجسادهم المجاعة وسوء التغذية والأمراض القاتلة. أقسمنا اليمين أننا لن نبارح الضالع حتى ننتصر لهؤلاء الأطفال. كم عدد الأطفال الذين استطعتم الوصول إليهم؟ مبادرة طوعية إنسانية نبيلة بمساعدة الدكتور ماجد عواس، طب بشري عام وجراحة ورئيس المحجر الصحي في تورسة، وأيضا بمساعدة مدير الصحة وبعض فاعلين الخير. أطلقنا المرحلة الأولى من مبادرة إنقاذ أطفال الأزارق، وهدفت إلى استهداف 100 طفل من أصعب الحالات الإنسانية لما دون سن 5 المصابين بسوء التغذية الحاد وخيم، واستطعنا من خلال مشروع تحسين التغذية للأطفال المصابين بسوء التغذية والحاد إلى تقديم مساعدات مالية بقيمة 10 مليون ريال في المرحلة الأولى، كانت بدعم كلي من الهلال الأحمر الإماراتي، إلى جانب
سلة غذائية متكاملة، وأيضا سلة مكملات تشمل حفاضات الأطفال ومناديل ناعمة وبسكويت الأطفال. استطعنا من خلال هذا الجهد الطيب، ونحن نشكر الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي الذي كانوا لنا الداعم الكبير في هذا المشروع، ثم واصلنا عملنا في هذا الجانب، واستطعنا في مرحلة أخرى أن نستهدف أكثر من 190 حالة إنسانية مرضية، بينها حال أكثر من 100 حالة سوء التغذية. لكن كما قلت أن الأزارق لا زالت تحتاج إلى الكثير وإلى مشاريع استراتيجية. نعم يعني وأنت تحدثني بسام يعني عن هذه الجهود الغذاء العالمي. نعم بسام هل تسمعني؟ سلة غذائية لكل أسرة في الأزارق. هناك 13,000 أسرة بحسب إحصائيات مكتب الإغاثة بمديرية الأزارق يحتاجون إلى سلة غذائية شهرية. يعرف الجميع الوضع الإنساني في اليمن، وأيضا انقطاع الرواتب، انهيار العملة اليمنية. كارثة الانهيار الاقتصاد هي كارثة أكبر من كارثة الحرب نفسها، فبالتالي الوضع يحتاج إلى تدخل كبير وتدخل مستدام ومشاريع استراتيجية من هيئات ومنظمات الأمم المتحدة. الأزارق بحكم مساحتها الكبيرة وبحكم قراها المترامية التي تحد 4 محافظات، هي محافظات تعز ومحافظة إب ومحافظة لحج وأيضا الضالع من الجهة الشرقية. هذه المديرية التي لا زال أبنائها يقدمون التضحيات الجسام في جميع جبهات القتال في الساحل الغربي وفي المحافظات المحررة، وما زالت أياديهم على الزناد يحفظون الأمن والاستقرار ويجاهدون في كل هذه الجبهات يقدمون التضحيات، وفي الوقت الذي يتجاهل المنظمات الدولية والتحالف والحكومة الشرعية معاناة أطفالهم الذين يموتون بسبب الجوع. أنا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى أكثر من الموجود. هناك تدخل طيب لمنظمة الطفولة اليونيسف وشريكها المحلي المؤسسة الطبية الميدانية. تم رفع عربات الطبية المتنقلة من عربة إلى 9 عربات، ونحن نحتاج إلى نطالب منظمة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي إلى اعتماد مركزين للتغذية العلاجية كمشاريع استراتيجية للحد من حالات سوء التغذية المخيفة التي تجتاح مديرية الشهداء التي قدمت الكثير لأجل هذا الوطن. نعم. وبالتالي الجهود لا زالت جهود إنسانية مستمرة، والأزارق تحتاج إلى الكثير، وبالتالي لا زال أطفالها يتم نقلهم بشكل يوميا إلى مركز التغذية العلاجي بمحافظة الضالع. نعم. سيدي العزيز، تخيلي أنه محافظة الضالع بكلها يوجد فيها مركز واحد للتغذية العلاجية يتبع منظمة الصحة العالمية بعشرة أسرة. محافظة بالكامل يوجد فيها مركز واحد بعشرة أسرة، هذا شيء مؤسف جدا. صحيح. وبالتالي الأزارق كمديرية، الأزارق نفسها تحتاج إلى مركز تغذية، إلى أكثر من مركز تغذية علاجي، تحتاج إلى بناء وإنشاء أو حتى تفعيل المركز الصحي في تورسة وافتتاح مركز للتغذية العلاجي في هذه المنطقة، وهي منطقة تعاني الكثير وفيها يرصد الكثير من حالات الكوليرا والأسهالات والأمراض والأوبئة القاتلة. الأمر الثاني، المناطق المترامية اللي هي الحقل وجبل عواس وغيرها مناطق كبيرة وبعيدة عن المديرية هي الأخرى تحتاج إلى مشروع مركز للتغذية العلاجية لإنقاذ ما تبقى من أطفال. نعم. إذن الأزارق أستاذ بسام، نعم سينضم معنا الآن الدكتور ماجد عواس وهو طبيب أو رئيس المحجر الصحي كما تفضلت بذكره من الضالع عبر الهاتف. مساء الخير دكتور ماجد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا دكتور. دكتور بداية يعني حدثنا كيف استطعت يعني خلق مركز صحي من اللاشيء في منطقة الأزارق والتي تعاني الكثير من الأمراض المنتشرة والوضع الصحي في هذه المنطقة، حدثنا عنه.
في البداية أشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة وتخصيص هذه الحلقة الخاصة لمناقشة الأوضاع التي تمر بها مديرية الأزارق، وهذه تعتبر بادرة طيبة منكم. ثانيا أعتذر لعدم تمكني من الحضور لهذه الحلقة للحديث عن هذا الموضوع. وبالنسبة للحديث عن كيفية إنشاء أو إيجاد المركز الصحي في منطقة ورصة، هو أتى كواجب إنساني تجاه المنطقة وتجاه أهالي هذه المناطق البعيدة والمترامية الأطراف. فبدأنا نحن عملنا تطوعي تقريبا في 14/6/2017، وطبعا من ضمن العراقيل التي واجهتنا هو عدم وجود مركز صحي في المنطقة. نعم. وتم استخدام ثانية الشهيد محمد عواس واستخدامها كمحجر صحي لاستقبال الحالات. نعم. تم عمل دعوة للأموال الصحيين وخريجين المعاهد الصحية بالمنطقة، وعمل مخيم تطوعي في البداية بدعم مركزي يعني من مكتب الصحة بالمحافظة، ممثلة بالدكتور محمد علي عبد الله الدبش مدير مكتب الصحة بالمحافظة، الذي هو صاحب الدور الأكبر والذي نمله كثير بهذا الموضوع، بحيث أنه هو كان الداعم الأول والأخير لهذا المركز، وهو كان الشخص الوحيد اللي داعمنا واللي مشجعنا على فكرة إنشاء مخيم تطوعي بالمنطقة. يعني من ثم تفضل. تفضل. نعم، نود أن تحدثنا أكثر، يعني ما هي الصعوبات التي واجهتك وأنت تحول مجرد مدرسة إلى مركز صحي؟ لا أدوات، لا أسرة، لا محاليل، لا شيء تماما، يعني حدثنا عن هذه النقطة. في البداية كما أخبرتك عدم وجود مركز صحي أو وحدة صحية في المنطقة هو كان أكبر مشكلة التي واجهتنا أثناء عمل هذا المخيم. هناك العديد من العراقيل من ضمنها عدم وجود الكادر الصحي الكافي بالمنطقة والمدرب على كيفية التعامل مع هذا الوباء، وباء الكوليرا. ولكن الحمد لله يعني بجهودنا وجهود كل الشباب الخيرين استطعنا تفادي هذه النقطة. ثانيا من ضمن العراقيل كان هناك شحة في الإمكانيات في البداية، وعدم وجود داعمين أو أناس يقومون بتقديم الدعم لهذا المركز الصحي. فقمنا بالتواصل مع الأخوة في مكتب الصحة، وكما شرحنا لكم استجابوا لنداءنا واستغاثتنا. نعم. وحملنا هذا المركز الصحي، واستطعنا يعني عمل ولو الشيء اليسير يعني للأهالي بالمنطقة. نعم، إذا يعني الجهود التي تقوم بها المنظمات كيف يمكن أن تصفها دكتور ماجد؟ يعني هل هي بحجم المأساة الموجودة في المنطقة؟ صراحة الأزارق هي كما تفضل الأخ بسام بالحديث، مديرية تعتبر أكبر يعني أكبر مديرية على مستوى محافظة الضالع، ومناطقها مترامية الأطراف، والمنظمات كانت المتدخلة في الأزارق يعني لا تكفي أو نكاد نقول لا تفي بالغرض. نعم. لكن نحن في بداية عملنا في المحجر الصحي في ورصة بدأنا بداية تطوع وبدعم من مكتب الصحة بالمحافظة، ومن ثم تدخلت لجنة الإنقاذ الدولية لتبني ودعم هذا المركز الصحي بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة، والحمد لله يعني مشت الأمور على خير إن شاء الله. نعم، يعني ما ألاحظه دكتور أنك تتحدث عن يعني مكتب الصحة في المحافظة، يعني السلطات المحلية فقط هي من قامت بمساعدتكم، أين هو دور الحكومة، وزارة الصحة، يعني منظمة أو يعني الهيئة العليا للإغاثة،
كثير من يعني الدور الحقيقي الذي كان يفترض أن يكون به كحكومة مسؤولة عن هذه المنطقة بربطها مع المنظمات العالمية، منظمة الغذاء العالمي، اليونيسف أيضا، يعني تجاوز هذه الأرقام التي تتحدثون عنها والتي تعد مفزعة، أن يعني يصاب تقريبا في اليوم الواحد 11 شخص مصاب بسوء تغذية. وأنا في البداية ذكرت لكم أن مكتب الصحة بالمحافظة لم يقصر معنا. نعم أنا نعم تحدثنا عن جهود السلطات المحلية، ولكن أنا أعني على مستوى أعلى، الوضع يعني كارثي وإنساني أكبر من أن تتحمله سلطة محلية. في هذا الجانب كان ما فيش عملية نقل لما هو حاصل بالمديرية، يعني ما فيش نقل مباشر للأحداث أو لما هو جاري في المديرية، مثلا كإعلاميين أو كجانب آخر. وبرضه وجود تقصير يعني أو ما فيش توثيق من قبل مكتب الصحة بالمديرية كان هو أحد الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع الصحي بالمديرية. نعم. إذا شكرا جزيلا لك دكتور ماجد عواس رئيس المحجر الصحي، كنت معنا عبر الهاتف من الضالع. عودة إليك سيد بسام. أستاذ بسام، تحدثت عن دور بعض المنظمات الدولية مثل الهلال الأحمر الإماراتي واليونيسف أيضا، ولكنك تطالب بالمزيد من التدخل، إنشاء مراكز إغاثية على مستوى أعلى، وأيضا يعني محاولة مكافحة هذه الأمراض مثلا بسوء التغذية، برفض البنية التحتية للمنطقة. ولكن أود أن أسألك، ما هو دور الحكومة؟ كيف لمستموه؟ يعني ربما أعاد دكتور ماجد الأمر إلى مسألة تقصير إعلامي عن نقل الصورة بشكل أوضح، ولكن ربما مبادرتكم كان لها الدور بإيصال صوت هؤلاء يعني الأطفال الذين يحتاجون للتغذية. أعتقد أن دور المنظمات الدولية والمحلية لم يكن بحجم الكارثة التي اجتاحت مديرية الأزارق وانتشار حالات سوء التغذية والمجاعة بين الكثير من أطفالها. هناك دور أنا لا أصفه بالدور الممتاز، لكن أنا أقول أنه تدخل جيد وبداية الغيث قطرة كما يقولون. لكن الوضع المتدهور، الكارثة، حجم الكارثة الإنسانية الكبيرة التي تجتاح الأزارق تحتاج إلى مشاريع استراتيجية مستدامة. احنا نرحب ونشكر دولة الإمارات العربية المتحدة لاعتمادها مساعدات إنسانية لستة أشهر في الأزارق، وفعلا كانت هي أول الواصلين لإغاثة أبناء المديرية. لكن الحل في الحد من آثار كارثة المجاعة التي تجتاح المديرية يتطلب، واحد، أن يقوم برنامج الغذاء العالمي باعتماد سلل غذائية شهرية لجميع الأسر الفقيرة والمحتاجة والحالات المرضية والإنسانية، وأيضا الحالات المصابة بسوء التغذية بين أوساط الأطفال. هذه السلال الغذائية يحتاجها هؤلاء المواطنون بشكل شهري لمدة لا تقل من 3 سنوات إلى 5 سنوات. الأمر الآخر، يحتاج أن تقوم منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي وأيضا منظمة الطفولة اليونيسيف بافتتاح مركزين للتغذية العلاجية في الأزارق. واحد في يضم هذه المراكز تضم نعم مناطق. يعني ربما نتحدث أستاذ بسام عن موضوع نعم يعني مسألة يعني سلال غذائية تمتد من 3 إلى 5 سنوات، أظنها يعني يفضل أن يقوموا بتحسين مستوى دخل الفرد من خلال مشاريع صغيرة. نتحدث عن هذه النقطة، ولكن بعد أن ينضم معنا أيضا الدكتور علي البحر الأكاديمي في جامعة الضالع. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. أهلا بك دكتور. وكارثة صحية في منطقة الأزارق ووضع إنساني في عموم المحافظة سيء، ما هي أسباب هذا الوضع برأيك؟ شكرا.
في البداية نشكر قناة بلقيس على إلقاء الضوء على مديرية الأزارق التي تعاني فعلا من كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، ونشكر أيضا جميع العاملين الخيرين. وأحب أن أصحح، ليس لدينا جامعة في الضالع، نطمح أن تكون لدينا جامعة في الضالع، ولكن لدينا كلية التربية في الضالع هي تابعة لجامعة عدن للتصويب فقط. مديرية الأزارق تختلف عن بقية المديريات الأخرى، سواء كان على مستوى محافظة الضالع أو على مستوى بقية المحافظات الأخرى، من حيث كثافتها السكانية، ومن حيث أيضا سعة رقعتها الجغرافية، والتي معظم مناطقها أيضا جبلية وعيرة. وما نشاهده اليوم وما نلمسه اليوم وما نسمعه اليوم من كارثة إنسانية أدت إلى مجاعة، أدت إلى سوء تغذية، أدت إلى وضع إنساني. فالأزارق نقدر أن نقول بأنها تعيش تحت خط الفقر، وهذا ليس كلامي وإنما كلام منظمات دولية قامت بعمليات المسح الميداني منذ سنوات، وصنفوا مديرية الأزارق ضمن المديريات الواقعة تحت خط الفقر. وهذه التراكمات أدت إلى الوضع الذي تعيشه مديرية الأزارق. الأزارق تفتقر إلى الخدمات الطبية، الأزارق ليس فيها، لا يوجد فيها مستشفى بل مركز صحي أو مستشفى ريفي، بل الأزارق بحاجة إلى مستشفى مركزي بالإضافة إلى مراكز صحية في المناطق الأخرى، ترفيع الوحدات الصحية إلى مراكز صحية من أجل الاهتمام بالجانب الصحي. الأزارق تحتاج إلى جهود كبيرة من قبل الدولة، إلى تكثيف جهود الدولة والنظر إلى هذه المديرية لانتشالها من الوضع القائم. الإغاثات التي سمعنا ولمسنا وأيضا لمسناها وصلت إلى المديرية من هناك العديد من الجهات، سواء كان من المنظمات أو المراكز أو من المؤسسات الأخرى أو من فاعلي الخير أو من المغتربين في الخارج أو من أيضا أهل الخير موجودين في الداخل، هي مساعدات آنية لوضع قائم. فالأزارق تحتاج إلى معالجات طويلة المدى، ليس على مدى شهر أو شهور ولا حتى سنة أو سنين. فالتركيز على الأسباب، معرفة أولا تشخيص المرض ثم الوقوف لمعالجة هذه المرض. إذا تم تشخيص المشكلة في الأزارق، ما هو السبب الذي أدى إلى وصول الحالة الإنسانية للمواطن في الأزارق إلى ما نحن فيه؟ هناك أسباب وهناك تراكمات. الأزارق بحاجة إلى مشاريع دائمة، بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى عناية، بحاجة إلى اعتماد مشاريع صغيرة مدرة للدخل من أجل مساعدة الأسر على توفير لقمة العيش. ما وصلنا إليه من وضع حالي هو بسبب الأزارق، أبناء الأزارق قاطبة معتمدين على التوظيف، على العسكرة، على الراتب الزهيد الذي اليوم لا يساوي شيء مقابل ارتفاع أسعار العملة، مقابل ارتفاع غلاء المعيشة، ارتفاع الأسعار جميع المواد الغذائية، ارتفاع جنوني. فالراتب لا يساوي توفير سلعة واحدة من المواد الغذائية المطلوبة، المطلوب توفيرها، فأدى إلى هذا الوضع. نعم. كما سمعتم وكما أيضا سمعنا والأخوة أيضا أشاروا إلى كم آلاف من حالات سوء التغذية. صحيح. كم وفيات أيضا خلال الفترة القريبة التي يعني خلال الأيام الماضية. هذا وضع إنساني. نعم، يعني تراكم الوضع بهذا الشكل دكتور علي، يعني أنت تحدثت أنه منذ سنوات وهي يعني تحت خط الفقر إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. يعني إذن كيف تقيم حضور السلطة المحلية في المحافظة كدولة مسؤولة عن الخدمات أو على الأقل عن إيصال صوت
هؤلاء للحكومة الشرعية وللجهات المعنية؟ باعتقادي بأن السلطة المحلية في المحافظة ليس لديها ما تقدمه لأبناء المديرية، لكن لا ننكر أيضا جهود السلطة المحلية سواء كان في المديرية أو في المحافظة فيما يتعلق بإيصال صوت ورسالة المديرية أبناء المديرية إلى الجهات الأعلى، ولكن أيضا بيكرر المطالبات. ولا نستطيع أن ننكر بأن السلطة المحلية سواء كان في المحافظة أو المديرية دورهم سلبي مثلا فيما يتعلق بإيصال رسالة، فيما يتعلق بمخاطبة الجهات، فيما يتعلق بطرق أبواب المنظمات الأخرى، المنظمات سواء كانت الدولية أو المنظمات المحلية أو المؤسسات الأخرى. فهذا ما استطاعوا إليه عملوه، لكن ليس باستطاعة السلطة المحلية في المديرية أو المحافظة أن تقدم شيء لأبناء المديرية لانتشالها من وضعها الحالي. نعم. إذن يعني وأنت تتحدث عن اعتماد نعم وأنت تتحدث عن اعتماد أبناء الضالع على الراتب الشهري والذي لم يعد يفي بأي غرض، يعني كان يتحدث معنا أيضا الأستاذ بسام عن مسألة السلال الغذائية التي تمتد من 3 سنوات إلى 5 سنوات، أليس الأجدر يعني إعالة هذه الأسر بفتح مشاريع صغيرة وتنمية مستدامة حتى تستطيع كل أسرة القيام يعني بتوفير احتياجاتها من دخلها الشهري، عوضا عن انتظار السلال الغذائية التي قد تأتي وقد لا تأتي؟ وفي نهاية الأمر يعني السلال الغذائية كم يعني سيظل منصوب الفقر هو ذاته، ربما فقط المحافظة لا يصلوا إلى مسألة الجوع. السلال الغذائية هي معالجات آنية، أنا باعتقادي بأنها معالجات آنية لكنها لا تعالج المشكلة جذريا، فمعالجة المشكلة جذريا تحتاج إلى توفير مشاريع مدرة للدخل متنوعة سواء كان في الجانب الزراعي أو في جانب تنمية يعني في جانب تربية الماشية أو النحل أو الحرف والمهن الصغيرة المدرة للدخل للأسر، بحيث تعتمد الأسر على نفسها في قادم الأيام. أما السلال الغذائية يعني يشكر من يقدم السلال الغذائية وفي مقدمتهم أيضا الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان وغير هذه الجهات من الجهات الداعمة التي ساعدت وتقدم إلى الآن سلال غذائية. فأنا باعتقادي بأن السلالات الغذائية أو السلال الغذائية هي يعني معالجة آنية لوضع قائم، لكن معالجة الوضع جذريا هو بحاجة إلى فعلا اعتماد وبناء مشاريع مدرة للدخل بحيث تساعد هذه المشاريع الأسر لانتشال وضعها القائم في السنوات القادمة. نعم، إذن يعني هناك حديث عن دعم بعض المنظمات ومركز الهلال الإماراتي مثلا، ولكن ألا تجد أن يعني جهود هذه المنظمات ما زال قاصرا في منطقة الأزارق حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه؟ يعني أليس على الأقل مركز الهلال الإماراتي ومركز الملك سلمان عليهم مسؤولية أخلاقية ونحن في هذه الحرب باعتبارها أيضا منطقة محررة وتخضع تحت إشرافهم؟ شكرا أختي العزيزة. قبل أن نلومهم، قبل أن نلوم هذه الجهات، الواجب علينا أن نشكرهم أيضا بالمقابل، نشكرهم على المبادرة والإسراع ويعني إنزال الحملات الإغاثية لأبناء المديرية. شكرا لهذه الجهات على تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، ولكن بنفس الوقت نطالبهم بقدر ما نشكرهم، نطالبهم بأن يضعوا حلول ناجعة للمديرية وأبنائها لانتشالها من وضعها القائم إلى أن تصل إلى أن تخرج من خط الفقر. خط الفقر ما زال في الأزارق ويتفاقم ويزداد كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة. يمكن إذا هناك صمت، إذا استمر صمت سواء كان هذه الجهات الخيرية المنظمات الدائمة الخيرية الإنسانية أو الجهات الحكومية، إذا استمر صمتهم فترة يمكن تتفاقم الأوضاع وتزداد سوءا حالة المواطنين، تزداد سوءا، الأمراض تفتك بالمواطنين وخاصة صغار السن، وأيضا الفقر
والمجاعة تفتك بالمواطن بقية بالجميع الأسر في المديرية. إلى الآن المديرية أختي العزيزة لم تصل إليها الطريق، تصوري الطريق لم تصل إليها. المريض يعاني، يعني الأمرين وأسرته أيضا تعاني، لا يملك حق الإسعاف وإيصال المريض إلى عاصمة المحافظة، وبالمقابل أيضا لا يستطيع توفير قيمة العلاج باهظة الثمن في المستشفيات في عاصمة المحافظة. مديرية الأزارق تعتبر أقرب مديرية إلى عاصمة المحافظة. عاصمة مديرية الأزارق لا تبعد عن عاصمة المحافظة سوى 12 كيلومتر طريق ترابي، إلى الآن لم تصل. اعتمدت الطريق هذا منذ سنوات، عشرات السنين، ونحن نسمع طريق الضالع الأزارق، طريق الضالع الأزارق، وبالأخير يعني الطريق ما زالت هي نفس الطريق. المركز الصحي في المديرية ما زال هو نفس المركز الصحي، ما زالت آثار يعني المركز الصحي القريب ما زالت يعني. فهذه الأوضاع، هذه لدينا طلاب، لدينا طلاب، طلاب أذكياء ومتميزين من أبناء المديرية، ولكن الفقر يقف عائق أمام أبنائنا وفلذات أكبرنا الطلاب لتحقيق أحلامهم وأهدافهم المستقبلية. متفوقين علميا، ولكن تصوري أختي العزيزة بأن عدد من الطلاب يتفوقون في النجاح في كليات، في كلية الطب والهندسة وغيرها من الكليات العلمية، يتفوقون في امتحانات القبول ويحصدوا على المراكز المتقدمة، ولكن نفاجأ بأن شهر بعد شهر أو بعد شهرين هذا الطالب يترك المدرسة، يترك الكلية بسبب الفقر. لا يستطيع لا هو ولا والده أن يوفروا قيمة السكن وإيجار السكن وقيمة الغذاء وقيمة الكتب والملازم وغيرها. نعم، إذن وصلت الفكرة دكتور. نعم، الوضع سيء للغاية فعليا، ويجب على المنظمات الإنسانية وكذلك الحكومة الالتفات لوضع الأزارق بصورة عاجلة. شكرا جزيلا لك دكتور علي البحر الأكاديمي في كلية التربية في الضالع، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة أخيرة لك سيد بسام، إذن يعني طالما ومبادرتكم أوصلت صوت هؤلاء الأطفال الذين يعانون من العديد من الأمراض أستاذ بسام، لما لا تقومون أيضا بحملة لجعل المنظمات تقوم بفتح مشاريع صغيرة لهؤلاء الأسر لتتبنى يعني انتشالهم من خط الفقر، وهو يعني مسألة ربما قديمة كما تحدث معنا الدكتور علي حتى وصلنا إلى يعني هذه النتيجة من سوء التغذية. أعتقد أن المشكلة في الأزارق أو الكارثة التي تجتاح الأزارق لن تحلها المساعدات الإنسانية الغذائية. هناك أفكار أخرى يمكن أن تحد من هذه الكارثة من خلال إقامة مشاريع سبل المعيشة، أيضا إيجاد مشاريع مدرة للدخل من خلال تبني المزارعين. الأزارق مديرية كبيرة وواسعة ولديها أرض خصبة صالحة للزراعة، وبالتالي فهي سابقا كانت تعتبر السلة الغذائية للمديريات الضالع الأخرى وأيضا بعض مديريات المحافظات المجاورة كتعز وإب ولحج. وبالتالي بإمكان هذه المشاريع المستدامة أن تقلص من البطالة والفقر الموجود بين أوساط أبناء المديرية، وأيضا الأمر يتطلب إقامة مشاريع استراتيجية أخرى من خلال المشاريع الصغيرة، وهذا من طالب هيئات الأمم المتحدة وصندوق المشاريع الصغيرة التابع للأمم المتحدة، وأيضا المشاريع الاتحاد الأوروبي يمول مشاريع سبل المعيشة، ومن خلال مشاريع في الزراعة، مشاريع أيضا في الأغنام، مشاريع في المهن الصغيرة، ومشاريع كثيرة. ربما الأزارق هي بيئة مستقطبة لمثل هذه المشاريع. أيضا أمر آخر عشان نحد من هذه الكارثة، الأزارق بحاجة إلى مشروع التغذية الطلابية أو السندوتش المدرسي، هذا أمر آخر برضه يهم المديرية، وأيضا تفعيل دور المراكز الصحية التابعة للدولة، لأن المنظمات الدولية هذا لن تبقى ثابتة في الأزارق. وبالتالي نتمنى أن نكون في هذه الحلقة وتفعيل المراكز الصحية في المديرية سيساهم إلى حد ما
في تحسين الوضع الصحي المنهار في اليمن بسبب الحرب التي شنها ميليشيا الحوثيين العام الرابع على التوالي. نعم، إذن أستاذ بسام القاضي، نتمنى أن نكون في هذه الحلقة استطعنا أن نوصل رسالة كل هؤلاء الذين يعانون. شكرا جزيلا لك الصحفي بسام القاضي، رئيس مبادرة أنقذوا أطفال الأزارق، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.